فكرة صباحا في القاهرة الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. كل عام وأنتم بخير. البداية مع الزميلة مي صالح. شكرا لك إلهام. أدى صلاة العيد بمسجد القوات الجوية الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وكبار المسؤولين بالدولة. عقب الصلاة ألقى وزير الأوقاف الأسبق الدكتور الأحمدي أبو النور خطبة العيد، وحث خلالها جموع المصريين على توجيه الشكر لرجال الجيش والشرطة ممن يقدمون أرواحهم فداء لله وللوطن من أجل استقراره وضمان أمنه وسلامته. كما أدى ملايين المصريين في مختلف ساحات ومساجد القاهرة والمحافظات صلاة عيد الأضحى المبارك، ودعا خطباء وأئمة المساجد في خطبة العيد اليوم المسلمين جميعا إلى وحدة الصف ونبذ الخلاف، مستلهمين بذلك معاني الحج والتضحية والفداء. يأتي ذلك بينما تواصل عناصر الجيش من قوات المنطقة المركزية العسكرية إغلاق ميدان التحرير والرابعة العدوية والنهضة ومصطفى محمود أمام حركة المرور حتى نهاية عطلة عيد الأضحى، وتم نشر المدرعات والعربات العسكرية على جميع مداخل الميدان لتأمينه تحسبا لاقتحامه من قبل أنصار جماعة الإخوان. أدى الرئيس المؤقت عدلي منصور في مسجد قيادة القوات الجوية بالقاهرة صلاة عيد الأضحى، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، بالإضافة إلى عدد من كبار الوزراء والشخصيات. وعقب الصلاة ألقى وزير الأوقاف الأسبق الدكتور الأحمدي أبو النور خطبة العيد، والتي حث خلالها جموع المصريين على توجيه الشكر لرجال الجيش والشرطة ممن يقدمون أرواحهم فداء لله وللوطن من أجل استقراره وضمان أمنه وسلامته. وأضاف أبو النور أن الحج يعد مناسبة لكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للتآلف والترابط ونبذ التعصب والمكابرة. واختتم أبو النور خطبته بالدعاء لمصر وشعبها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من كل شر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم للتي هي أقوم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عددا من المظاهرات صباح اليوم بعد صلاة عيد الأضحى في أكثر من جامعة. ففي الجيزة احتشد عدد من أعضاء جماعة الإخوان أمام مسجد الاستقامة عقب أداء صلاة العيد رافعين صورا وإشارات رابعة العدوية، كما رددوا هتافات معادية للمفتي السابق علي جمعة وللداخلية والجيش، وتم فض المظاهرة. كما ألغت الجماعة مسيرتها بمدينة كفر لضعف الأعداد المحتشدة أمام مسجد السلام والتي قدرت بالعشرات، ورفعوا خلال وقفتهم التي استمرت 30 دقيقة إشارات رابعة. في ميدان الجيارة بمصر القديمة نجح قوات الأمن بفتحه بعد إصابته بالشلل المروري جراء مظاهرة للجماعة المحظورة عقب الصلاة التي اتجهت من مسجد عمرو بن العاص للميدان. وخلال العيد تشهد محال بيع اللحوم إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الأضاحي وذبحها. يقول التجار إن الإقبال على الأضاحي هذا العام انخفض بنسبة 40% عن العام الماضي، ذلك لارتفاع الأسعار. رغم الأزمات السياسية والاقتصادية يأتي عيد الأضحى في مصر ببهجته وروحانيته، يذكرنا بأننا أخوة في هذا الوطن، يكون العطاء والرحمة العنوان الأبرز في تلك الأيام المباركة. فلقد ازدانت الشوارع ومحال الجزارة احتفالا بالعيد المبارك، وازدحمت المحال بالزبائن لشراء اللحوم وحجز الأضاحي إذانا بذبحها وتنفيذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوزيعها على الأهل والأقارب والفقراء والمساكين لتحل المحبة والرحمة بين الناس. يقوم الزبائن بفحص الماشية والأغنام لشراء الأصغر سنا والأطيب رغم ارتفاع الأسعار. خروف الكويس من وحش، ستك خروف اللي هو اللي نفتح بق للزبون بيبقى لبانة، اسنانه صغيرة كلها تبقى لبانة، ده يبقى خروف مية مية. انها بقى في خروف اللي يبقى كبير في السن تبقى اسنانه كبيرة، يبقى كسر جوز او اربعة مثلا.
ده اللي يبقى خروف كبير السن. ويرى البعض أنه برغم الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والظروف الاقتصادية الهشة، لأن الأمل في غد أفضل ما زال معقودا. أظن ما كانش الناس تعيش بأمل وبتفاؤل، يبقى الحياة تبقى صعبة يعني، وإن شاء الله الجيش يجي يبقى يعني يسيطر على المواقف الصعبة، ويجي رئيس كويس يحكم البلد. المهم ما يبقى يعمل مصلحة الناس ويرفع الاقتصاد ويرفع مستوى الناس المادي ويبقى أحسن يعني. ويرى التجار بأن الإقبال على الأضاحي هذا العام انخفض بنسبة 40% عن العام الماضي، وهو ما يرجعه البعض إلى ارتفاع التضخم والأسعار. لا لا لا، يعني قل حوالي 40% عن السنة اللي فاتت، المبيع قل 40% عن السنة اللي فاتت. بس هو دلوقتي يعني كمان الناس داخلة على العيد وخايفة بعد العيد ما يبقاش في حاجة، فكلهم ياخد ويخزن، وفي اللي بيطلع مصايف وحاجات زي كده. ده السبب. من حكمة الله أنه أوجد الأعياد في تواريخ أيامنا، لنتذكر ونتدبر في معاملاتنا مع النفس ومع الناس ومع الله سبحانه وتعالى. لا تكتمل فرحة العيد عند المصريين إلا بشراء الملابس الجديدة، وهي عادة يداوم عليها المصريون لإدخال البهجة على أفراد الأسرة. ويرتبط العيد تقليديا بشراء الملابس الجديدة خاصة للأطفال، ورغم ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بشكل مضطرد. عادات وتقاليد المصريين في الأعياد ربما ترجع لمئات السنين، ومن أبرزها قضاء أول أيام العيد بملابس جديدة. ورغم الظروف المعيشية الصعبة المحيطة بالمواطنين، إلا أن الأهالي أصروا على عدم انقطاع هذه العادة لما تحققه من فرحة في هذه الأيام المباركة. عيد يعني تجديد في كل حاجة، مهما كانت الظروف بالحق الأسرة بتحاول إنها تجدد على أساس العيد، يعني تجديد في المشاعر، تجديد في اللبس، تجديد في كل حاجة جديدة. أنا عن نفسي كان أبويا الله يرحمه والدتي كانوا بيجيبوا لي هدوم، كنت باخدهم في حضني، وأنا دلوقتي ما لحقتش أجيب لبس العيال، فرايح أجيبهم، لأن هي الفرحة هي بشوفها في عيون الطفل. كل واحد بيجي يشتري حتة العيال وحتة ليه نفسه وبتاع، كل سنة على كده عشان حاجة غالية. بس داخل الشتاء علينا ولقيت فرحة بقى، عايزين نفرح شوية. ضعف القدرات الشرائية وارتفاع الأسعار كانت سببا في خلق حالة من الركود الجزئي في عمليات البيع والشراء، لكن أصحاب المحلات التجارية كان لهم سببا آخر. ده نادي ميتة خالص معانا حضرتك، مش عارف دي أزمة مال ولا أزمة ناس ولا أزمة من البياعين اللي احنا بنبيع، مش عارف والله. بس احنا يعني عاوزين مكان نقف فيه. نسبة البيع والشراء قلت شوية. بالنسبة للحظر، يعني الحظر ده برضو قفل علينا احنا كبياعين، احنا ملتزمين بمواعيد. نسبة البيع قلت عن الاول بكتير، وبنطلب بس ان الحظر ده حتى في العيد استثنائي بس عشان نعرف ناكل عيش. يعني احنا اصلا ما فيش وعاد لنا في بيوتنا ولا حتى هنحس بعيد، احنا عاوزين نشتغل، عاوزين ناكل عيش. الاعياد ايام فرح يخرج فيها المصريون احتفالا بالعيد، ولن تكتمل بهجة العيد الا برؤيتها في سرور الاطفال الفرحين بملابسهم الجديدة. هي عادة المصريين في الأعياد كل عام، مهما كانت التكاليف وارتفاع الأسعار تبقى ملابس العيد الملمح الأبرز الذي يرسم البسمة على وجوه الأطفال والكبار في أول أيام العيد. عيد سعيد، بسمة الشاعر، النيل. بدأ مئات آلاف الحجاج أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء رجم رمي الجمرة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة. ويقوم الحجاج برمي الجمرة الأولى، وهي رمز لرجم الشيطان، بالحصى التي جمعوها أمس في مشعر مزدلفة. وكان حوالي 1.5 مليون حاج قد انتقلوا عند مغيب الشمس الاثنين إلى مشعر مزدلفة نزولا من جبل عرفات بعد الانتهاء من أداء الركن الأعظم من أركان الحج. ويواصل الحجاج رمي الجمار خلال أيام التشريق حتى العودة في ختام مناسك الحج مرة أخرى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والتحلل نهائيا من إحرامهم وأداء طواف الوداع إذانا بانتهاء الحج. وصلى الله على سيدنا
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الأراضي المقدسة مفهد النيل ثروة شلبي. يعني ثروة بعد الترحيب بك وكل عام وأنت بخير. يعني كيف تسير الأوضاع في مشعر منى؟ كنا تابعنا معك بالأمس حتى الوصول إلى مزدلفة، كيف قضى الحجاج مبيتهم منى في مزدلفة وكيف سارت رمي الجمار؟ أؤكد لك أن هذا الموسم الذي تم موسم هذا الحج هذا العام كان من أنجح مواسم الحج التي شاهدتها منذ أكثر من 20 عاما. سبحان الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى وفق كل الأوضاع. ومن ناحية المناخ الجو كان رائع ربيعي، لم يكن حرا ممطرا ولم تستخدم المياه في رش الحجاج. الأمور كانت ميسرة نتيجة انضباط الأخوان القوات السعودية في منع أي متسللين يدخلون، فكان هناك يسر. الحجاج المصريين نجحت البعثة الرسمية في إنزالهم بدءا من الساعة الرابعة بعد أداء صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا داخل فوق جبل عرفات والدعاء، وبالفعل تم الدفعة الأولى بينهم وصلت في 7:30، تم إتمام إنزال النفرة بالنسبة لحجاج القرعة إلى المزدلفة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت مصر، ثم تناهم باقية المجموعات. وفي تمام 10:00 تماما كان جميع الحجاج المصريين موجودين في المزدلفة، جمعوا الحصى لرمي إبليس، ثم أدوا صلاة المغرب والعشاء جمعا وجمعا وقصرا، ثم في الساعة الثانية مساء 12:00 مساء بتوقيت السعودية تم إدخال الدفعة الأولى، وكنا من أوائل الذين دخلوا إلى منى ومنها إلى جمرات لرجم إبليس. الحقيقة